اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي اولى فقراتنا الحواريه اللي هنستعرض فيها ابرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافه المصريه الصادره صباح هذا اليوم الخميس 25 اكتوبر 2018. شرفنا للمزيد من المعلومات حول هذه العناوين والموضوعات والتعليق والتحليل ان يكون معنا الكاتب الصحفي الاستاذ حمدي حنظل، مدير تحرير صحيفه الجمهوريه. استاذ حمدي صباح الخير، اهلا بك. اهلا بك استاذ شاه، واهلا بكل الساده المشاهدين. لو ابتدينا من صحيفه المصري اليوم وطلعنا في صدر صفحتها الاولى، قمه وادي النيل بين السيسي والبشير اليوم، وزير الخارجيه يثمن التطورات الايجابيه، ونصار المنطقه القاريه ستعزز التعاون الاقتصادي. قمة مرتقبة النهاردة بين الرئيس السيسي والرئيس البشير في إطار دورية عقد اللجنة العليا على المستوى الرئاسي بين البلدين، إيه المرتقب من هذه القمة؟ أولا يعني الحقيقة يعني بعض الصحف أطلقت عليها النهاردة قمة التكامل، لأنه يعني هذا هو اللقاء رقم 2 خلال هذا العام بين رئيسين. اللقاء الأولاني كان في شهر يناير اللي فات، كان على هامش انعقاد القمة الإفريقية في أديس أبابا، واتفقوا خلال هذا اللقاء اللي هو اللقاء في يناير أنه هو لابد أن تحدث نقلة نوعية في العلاقات المصرية السودانية. هذا اللقاء هو يعتبر اللقاء السادس أو الزيارة السادسة للرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان نعرف حجم وقيمة التعامل مع دولة السودان الشقيقة. لانه كون ان دي زيارة رقم 6 لرئيس عبد الفتاح السيسي الى السودان، ده بيعكس هذا الرقم مدلوله ان في اهتمام كبير جدا 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 من القيادة السياسية المصرية لدعم العلاقات مع السودان في كافة المستويات. بينك وبين السودان في علاقات مشتركة طويلة جدا عميقة قدم التاريخ، بين وادي النيل، بين مصر وبين والسودان، شعب واحد، دولة تعتبر دولة واحدة مش دولتين. السودان هي العمق الاستراتيجي بتاعك على يعني أبد الدهر، دائما ما تكون العلاقات حتى لو حصل فتور نسبي في العلاقات في بعض الفترات ده ما بيلغيش إطلاقا حميمية العلاقة الطيبة بين الشعبين. أنت عندك مجالات واسعة للتكامل، أنت عندك التبادل التجاري بينك وبين السودان يقترب من المليار دولار، وهذا رقم أنا من وجهة نظرنا رقم بسيط متواضع بالنسبة لي عمق العلاقات بين الشعبين وما يمكن أن يتحقق من تكامل في استغلال الثروات المشتركة اللي موجودة في الدولتين. نعم. عندك النهاردة شركة موجودة للنقل النهري بين الدولتين، بين وادي حلفة وأسوان. عندك النهاردة بينعمل شركة للتكامل الزراعي بين الدولتين في 140 ألف فدان في السودان، المفروض أن هم بينزرعوا بخبرة مصرية. في عندك أفاق واسعة جدا 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 للتعاون، فضلا عن المصير المشترك إزاء ما يدور في نهر النيل وما يربط بيننا ونهر النيل، بحكم ما يعني وما يعني إذا كان في بعض الآثار التي يعني تسعى مصر لتداركها من آثار سد النهضة. فالموقف السوداني موقف مهم جدا، بحيث يبقى في عندنا موقف واحد بين مصر والسودان في هذه القضية. طيب أستاذ حمدي، حضرتك قلت في بداية الكلام أن بعض الصحف وصفت هذه القمة بأنها قمة التكامل. نعم. من المرتقب النهاردة يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إيه أبرز هذه الاتفاقيات وفي أي المجالات؟ نعم. وإلى أي مدى هتودينا إلى التكامل الحقيقي على أرض الواقع بين الدولتين؟ بحقيقة أستاذ شهاب، هو طبعا النهاردة هنعمل يعني توقيع اتفاقيات. المهم هنا في هذه الاتفاقيات إن احنا نكون جادين كدولتين يعني كأجهزة في الدولتين نحن ننفذ هذه الاتفاقيات على الأرض. النهاردة أنت عندك اتفاقيات عشان تعمل تكامل في المواصلات، عندك النهاردة خط سكك الحديد اللي موجود من مصر لغاية المفروض بنعمل لغاية كيب تاون، فأنت عملت لغاية السودان لغاية حدودك مع السودان. السودان لازم المفروض أن فيها يعني أطر فنية توحد الخطوط سكك الحديد دي كلها مع بعضها. عندك الحاجة الثانية أن أنت عندك التكامل الزراعي زي ما قلت لحضرتك، في مجالات واسعة أيضا التكامل الاقتصادي، كل أوجه التعاون المشترك، لأن لا يحقق
العلاقة الطيبة بين الشعبين إلا أن تكون هناك مصالح مشتركة. وأعتقد أن لغة المصالح بين مصر وبين السودان هي جزء من التراث اللي احنا ورثناه قبل كده، وجزء من الحاضر الذي يجب أن ندعمه، وجزء من المستقبل الذي يجب أن نسير في اتجاهه. طيب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قال أن المنطقة القارية ستعزز التعاون الاقتصادي. نعم. إيه هي المنطقة القارية؟ نعم. دي للي مش متابع ودورها في تعزيز هذا التعاون الاقتصادي. أنت بتسعى أن يبقى في منطقة لتكامل بينك وبين السودان، منطقة للتجارة الحرة بينك وبينهم، بحيث أن دي هذه المنطقة تكون داعمة للعملية الاقتصادية بين مصر وبين السودان، جزء من أجزاء التفاعل والتكامل بين الدولتين. النهاردة وزير الخارجية كان موجود امبارح مع الوزير الخارجية السوداني، كانوا بيحضروا لهذه القمة. أعتقد أنه القمة المصرية السودانية هي تتويج لجهود وزراء وجهود دولتين وجهود شركات. انت عندك شركات مقاولات مصرية شغالة في السودان بشكل كبير، اذا انت عندك كمان عمق شعبي مش بس الدولة ومسألة في الحكومة، لا ده انت عندك القطاع الخاص المصري ايضا داخل في هذه المسألة، وهو العمود الفقري في النجاح المنطقة القارية هيكون القطاع الخاص في الدولتين. خلينا نروح استاذ حمدي ومشاهدينا الكرام الى صحيفة الجمهورية ونطالع من الصفحة الاولى فيها. القائد الأعلى مع حماة السماء، السيسي يشهد بيان الرماية الصاروخي لوحدات الدفاع الجوي. الرئيس يقول تطوير وتحديث منظومة التسليح للقوات المسلحة مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس. احنا شفنا امبارح القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع شاهدوا بيان الرماية الصاروخي حماة السماء. أبرز ما لفت يعني انتباه حضرتك في هذا البيان؟ انت عارف حضرتك انه هذا البيان يعتبر من البيانات العسكرية المتقدمة التي تؤكد الارتفاع يعني ارتقاء والارتفاع في المستوى التدريبي للقوات المسلحة. الرئيس خلال الفترات اللي فاتت وانت عارف ان احتفالية اكتوبر هذا العام لم تكن فقط يعني مش بس بنحييها بذكريات هؤلاء الابطال العظماء اللي خاضوا حرب اكتوبر وكان لهم بطولات كبيرة في هذه الحرب، ولكن بناخدها ايضا بان احنا بنأكد دائما على ان احنا جاهزين والكلام ده يمكن الرئيس قاله في اكتر من لقاء، ان احنا عملنا انتصار كبير في اكتوبر بفضل الجندي المصري وقادرون على تكرار ده هذا الانتصار وهذا الردع ضد كل من يهدد امن مصر. اذا الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حضوره هذه البيانات بيؤكد جاهزيه القوات المسلحه الدائمه لكي تكون درع الوطن وسيفه في مواجهه اي تهديدات خارجيه. الحاجه الثانيه، الرئيس في هذا اللقاء ودي لفتة انا بعتقد لفتة الى يعني طيبه الى ابعد مدى، تحيه الرئيس للقوات المسلحة المصرية وتحية الرئيس، ونحن من خلال هذه التحية أيضا نودي تحية لشهداء القوات المسلحة الذين أفنوا حياتهم دفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن أمنه واستقراره. خلينا نقول النهاردة أنه الحديث بتاع السيد الرئيس امبارح عن التسليح بيأكد أنه مصر ماضية في تطوير وتحديث أسلحتها بشكل كبير جدا، وأن احنا دي قضية استراتيجية، موقف أو هدف استراتيجي دائم لمصر أن تكون دائما في يعني تطور مستمر في أسلحتها، وده يطمن المواطن المصري أنه الأمن القومي المصري أصبح له درع وسيف. تمام. طيب خلينا نروح لصحيفة أخرى، صحيفة الأهرام، وخبر آخر مشاهدينا الكرام نطالعه من الصفحة الأولى. الخارجية تستنكر اعتداء إسرائيل على رهبان كنيسة مصرية في القدس. للأسف الشديد يعني هذه البربرية الإسرائيلية المستمرة وهذا التعدي الإسرائيلي المستمر على يعني مش بس الشعب الفلسطيني ولكن الكنيسة، هذه الكنيسة كنيسة الدير السلطان في القدس، هذه كنيسة مصرية تتبع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية. وللأسف شديد الشرطة الإسرائيلية كانت تعرضت إلى بعض الشمامسة والآباء في هذه الكنيسة واعتقلوا أحد الرهبان. مصر ما سكتتش على هذا السلوك الإسرائيلي يعني الغير المبرر واستنكرت هذا الاعتداء على
الناس يعني اللي هم المصريين الذين يعني هم في هذه الكنيسة، و يعني الاتصالات بين مصر وبين إسرائيل يعني انتجت أو انتهت إلى الإفراج عن الراهب الذي كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلته. إذن احنا النهاردة بنأكد أنه يعني على إسرائيل أن تكف عن هذه الأعمال، وخاصة ما يتعلق بالكنيسة المصرية في دير السلطان. طيب خلينا نروح أستاذ حمدي ومشاهدينا الكرام إلى صحيفة الأخبار ونطالع منها مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر قبل نهاية العام. الملا يقول بنزين 78 بالأسواق قريبا بدلا من 80 للحفاظ على كفاءة محركات السيارات. طيب نقدر نقول للناس كده ببساطة، لو ما كانش حصل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وبين السعودية ما كانش ممكن اطلاقا انك انت تعمل اتفاقيات دولية او تعمل مناقصة دولية للتنقيب عن البترول في البحر الاحمر. انت عملت قبل كده اتفاقية ترسيم حدود بينك وبين قبرص واليونان في البحر الابيض المتوسط، فقدرت انك انت يعني تنجز استثمارا رائعا في حقل زق في البحر الابيض المتوسط لصالح الاقتصاد القومي المصري. النهارده انت عندك اربع حقول، وده الكلام اللي قاله الوزير امبارح، باستثمارات 27 مليار دولار تم استثمارهم في اربع حقول بدات الانتاج هذا العام او دخلت الانتاج هذا العام، ودول اللي هيبقى اللي بيدوك ثقه في ان انت خلال هذا العام لن تدخل يعني هتبقى ان شاء الله عندك اكتفاء ذاتي او حققت اكتفاء ذاتي من الغاز. خلي بالك ان اسعار البترول ارتفعت، فاتورة الدعم بترتفع نتيجة ارتفاع اسعار البترول. انت كنت مقدر الموازنة بتاعتك عامل موازنة العام تقديرها مثلا على سعر معين للبترول، لما السعر العالمي ده بيزيد فالفاتورة طبعا المواطن مش هيتحمل اي زيادة في الاسعار اللي هو عنده، فالدولة هي اللي بتشيل الفرق التاني الجديد اللي بين اللي طرق على ارتفاع اسعار البترول. النهاردة احنا بنأكد انه برضو بنزين 87 الدولة بتتجه الى انتاج بنزين 87 حفاظا على يعني سيارات المواطنين، على الموتورات، على كفاءة المحركات، وده اللي احنا حريصين على ان احنا. وزير البترول قال ان بنزين 80 اصبح مش مستخدم في كثير من دول العالم حاليا. ده صحيح، يعني هو لان يعني 87 اكثر نقاء، اكثر يعني يعني تعاونا. هل هيكون بنزين 87 بنفس سعر بنزين 80؟ نتمنى هذا. اذا كنا احنا الدوله النهارده هتلغي بنزين 80 هتحط 87، يبقى على الاقل تحافظ على سعر هذا اللي بالنسبه للمواطنين. تمام، خلينا نرجع استاذ حمدي ومشاهدينا الكرام الى صحيفه الجمهوريه مره اخرى ونطالع فيها خبر اخر. الاعلى للاعلام حظر استيراد اجهزه البث وتقنين اوضاع المؤسسات الصحفيه، حمله ضد العمل بدون ترخيص بالتعاون مع شرطه المصنفات الفنيه. عايزين نعرف أكثر حول هذا الخبر وحظر استيراد أجهزة البث بالإضافة إلى تقنين أوضاع المؤسسات الصحفية اللي بتعاني بعضها من مشاكل. أولا في مجال البث مش عايزين نسمي شركات، إنما في شركتين للأسف شديد بيبثوا من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، والمجلس الأعلى أنظر هاتين الشركتين أنه هذا الأمر مخالف للقانون، وبالتالي عليكم أن تكفوا عن هذا البث المخالف وأن أنتم تلتزموا بالقوانين المصرية. الحاجة الثانية، مش ممكن يا أستاذ شهاب أن أنت مفيش دولة في العالم تطلق العنان للسماء بتاعتها كده، يعني تبث أي فضائيات وتبث أي قنوات وتعمل، مش ممكن إطلاقا يعني تبقى المسألة كده سداح مداح، يعني كده معناها انه بنفتح الباب امام كل ذي مصلحة وكل ذي هوى وكل ذي غرض وكل ذي فكر متطرف او غير متطرف انه يعني ياخد السماء المفتوحة ويشتغل عليها. ما ينفعش الكلام ده. كون ان الدولة المصرية بتلجأ الى هذا التنظيم فان ده هدفه في الاخر تحقيق اعلى درجات الضبط او الانضباط في هذا المجال. بالنسبة للصحف المؤسسات القومية، المجلس الاعلى بيطالب بتقنين اوضاع هذه المؤسسات، لانه تقنين يعني
التقنين ده يعني يجب انك انت بتعمل يعني رصد كامل لكل مقاوماتك الايجابيه واصلا وفي المقابل ايضا كل العوامل السلبيه المحيطه بيك، بتعمل تقنين كامل للاصدارات بتاعتك، بتعمل تقنين كامل لانفاقاتك، تقنين كامل انت عايز تعمل ايه بعد كده. كمان لازم تفكر انت بعد كده عايز تعمل ايه، يعني عايز تنطلق بالمؤسسه بتاعتك دي لغايه فين. الديون اللي عليك او وكثير من هذه المؤسسات او كل هذه المؤسسات على الاطلاق عليها مستحقات بالمليارات للدوله، انت هتتعامل معاه ازاي؟ الاصول بتاعتك تقدر توفي جزء من هذه الديون ولا لا؟ يعني طب في اطار عمليه التقنين دي بالنسبه للمؤسسات الصحفيه، هل نتوقع في الفتره القليله المقبله او على المدى المتوسط يتم الغاء بعض الاصدارات الصحفيه لبعض المؤسسات الصحفيه واصدار مثلا استبدالها بشكل الكتروني؟ ده وارد وده انعمل قبل كده في بعض الاصدارات بالفعل بالنسبه لبعض الصحف، حصل ان تحولت بعض هذه الاصدارات من الاصدار الورقي الى الاصدار الالكتروني، وعلى فكره في دول العالم حصل ده مش عندنا بس. صحيح. يعني حصل في كثير من دول العالم ان صحف ورقيه كثيره وصحف تقيله مش خفيفه اغلقت يعني اغلقت الجانب الورقي، واحنا لا نتمنى هذا لانه الصحافه الورقيه زي ما احنا بنقول يعني قبل كده قبل تحديات كبيره ولا تزال تواجه تحديات وهتنجح في مواجهه التحديات دي وهتعدي وهتستمر، انما في صحف خاسره، اصدارات خاسره في بعض المؤسسات، في كل المؤسسات في اصدارات خاسره. طيب في اطار عمليه التقنين دي هل هيلحق اضرار بالنسبه للصحفيين العاملين في هذه المؤسسات او حتى العمال الخاص اللي هم بيعملوا في مجال الطباعه وغيرها؟ اطلاقا لا، يعني اطلاقا لا يمكن اطلاقا او لن يحدث اطلاقا اي مساس بحقوق اي عامل او موظف او اداري او صحفي او اعلامي في اي من هذه المؤسسات اللي ممكن تكون محل مراجعه ومحل متابعه. طيب خلينا نرجع استاذ حمدي ومشاهدينا الكرام الى صحيفه الاخبار مره ثانيه مشاهدينا الكرام ونطالع منها خبر اخر. رئيس الوزراء لمساعد امين عام الامم المتحده تنميه سيناء تحتل اولويه متقدمه على اجنده الحكومه. يعني لما نيجي نقول تنميه سيناء دي مش شعار بقى، ده تنميه سيناء النهارده اصبح حقيقه واقعه. الدوله المصريه وصلت فوق ال 270 عامله خطه تتكلف فوق ال 270 مليار جنيه علشان تنميه سيناء. النهارده عايز اقول لحضرتك كمان انه الدكتوره سحر نصر اعلنت من ايام ان في قرض جديد لمصر ب 3 مليارات دولار، منها مليار دولار سيخصص لتنميه سيناء. انت مش مستني الكلام ده ينعمل، لا ده انت شغال دلوقتي بالفعل، في عندك انفاق بيتم حفرها اسفل قناه السويس ويمكن في القريب سيتم افتتاح بعض هذه الانفاق. انت عندك كمان مشروعات كبيره في مجال الزراعه وفي مجال الاسكان في بناء القرى الجديده، عندك رفح الجديده تقريبا اكتمل بنائها وان شاء الله هنشوف قريب المواطنين اللي هم ابناء رفح الراغبين في الانتقال للمدينه الجديده سوف ينتقلوا اليها، عملتها القوات المسلحه المصريه في اطار الحرب على الارهاب في هذه المنطقه. احنا لما بنيجي نقول سيناء بنقول النهارده لولا الجهود العظيمه اللي عملتها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، لولا الدماء الزكية لشهدائنا في القوات المسلحة والشرطة على أرض سيناء ما كان يمكن إطلاقا التفكير في تنميتها. إذن التنمية جاءت استكمالا للجهد المصري نحو تطهير سيناء من بؤر الإرهاب وزرعها، أي أن احنا حاليا بنستهدف إقامة مجتمعات جديدة في سيناء تستهدف زرع سيناء بالبشر باعتبار أن البشر هم صمام الأمان في هذا المكان. خبر آخر أستاذ حمدي حاز على اهتمام أغلب أو كل الصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم، وعلى سبيل المثال صحيفة الأهرام تناولته مقتل 11 إرهابي بطريق الفرافرة. يعني نقول تحية خاصة لي زي ما بنقول القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، تحية خاصة لأبناء أو لإخواتنا في الأمن الوطني، لأنه المكان اللي هم وصلوا له ده مكان في أعماق الطريق أو ظهير صحراوي على طريق الفرافرة
دشلوط، ودي منطقة يعني بعيدة جدا عن الـ 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 العمران والحياة. الناس الإرهابيين يعني نظرا لأن هذا المكان مكان مثالي للاختباء وصلوا إلى هذا المكان واعتبروه بيئة حاضنة ليهم. القوات الشرطة المصرية نجحت من خلال معلومات وصلت الأمن الوطني وحملة منظمة، يعني أنا بحيي رجالة الشرطة المصرية في هذه العملية، باعتبار أن عملية المداهمة دي أنت لا تخيل حضرتك، وأرجو المواطن المصري يتخيل أن تصفية 11 إرهابي ليس عملا هينا. ده إرهابي واحد في أي حتة بيعمل لنا شوف أزمة قد إيه، وممكن يفجر كام واحد وموت كام واحد ويعمل قد إيه من الخسائر الاقتصادية والبشرية في البلد. فلما يتم تصفية 11 من الإرهابيين الخطرين أعتقد إنجاز تستحق عليه الشرطة المصرية كل التحية، بنفس القدر اللي تستحق عليه القوات المسلحة والشرطة التحية عبر الجبهات أو الجهات الاستراتيجية المصرية والجهد اللي بيعملوه في إطار العملية سيناء 2018. طيب خلينا نرجع أستاذ حمدي ومشاهدينا الكرام إلى صحيفة المصري اليوم ونطالع منها خبر السياحة تقرر فتح موسم العمرة على مدار العام. وزيرة السياحة تكلف اللجنة العليا للحج بوضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة. خلي بالك ان الموسم العمرة بالنسبة للمصريين، العمرة بالنسبة لنا هي جزء من النسيج بتاعنا، جزء من وجداننا. يعني لما تيجي تتكلم على العمرة مهما كانت تكلفتها، المواطن المصري بيسعى ان يكتمل يعني راحته الدينية بزيارة الاماكن المقدسة. في اهمية بقى جعل العمرة مفتوحه على مدار العام وليس في ده بيحل معينة. ده بيحل ازمات سابقه، انت عارف حضرتك ان تحديد اماكن معينه بيؤدي الى مزيد من التكدس، بيؤدي مزيد من الضغط المفاجئ على العمله الصعبه، على الريال السعودي، على الدولار. ده بيخلي المساله طبيعيه، وده جزء من نجاح العمليه الاقتصاديه، نجاح الاصلاح الاقتصادي. لو انت ما نجحتش في الاصلاح الاقتصادي وقدرت انك انت تعمل حدود لسعر الدولار، ما كنتش فتحت الكلام ده على المستوى الطويل، ما كنتش قدرت تفتح الائتمان في البنوك على المستوى الطويل. العاملين برضو في مجال السياحة أشاروا أن ده هيخفض من تكلفة العمرة نظرا لأن الضغط هيكون متوزع على كل شهور السنة، فالضغط على أسعار التذاكر الطيران على وجه الخصوص بدأ مش طيران بس حضرتك، والفنادق هناك بدل ما أنت بتأمن، كل ما زاد الطلب كل ما التكلفة ارتفعت. أنت النهاردة لما بتيجي توزعها على مدار العام بيبقى الطلب معقول، وبالتالي بيبقى الفلوس او التكلفه اقل. احنا بنحيي طبعا يعني هذه القرارات لانها بتشبع في النفوس المصريه هذا الشوق. استاذ حمدي حنظل مدير تحرير صحيفه الجمهوريه الكاتب الصحفي شرفتنا يا فندم. انا بشكرك استاذ شهاب، شكرا جزيلا. كل سنه وحضرتك طيب. صباح الفل، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم لحد الساعة 10، ولكن بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة ريهام رجائي بعد الفاصل.